قصف عنيف نتابعه الآن عبر شاشتنا وعبر كاميرا العربي في قطاع غزة. هذا الدخان الكثيف هو نتيجة قصف مستمر على القطاع، على شمال القطاع تحديدا. المنطقة الشمالية لقطاع غزة تتعرض لقصف عنيف حاليا، يتزامن مع قطع الاتصالات في كامل القطاع وقطع الانترنت. هذه الصور مباشرة لما يحدث الآن في قطاع غزة. شمال القطاع يتعرض لقصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي، قصف مدفعي كما يقول مراسل العربي على مناطق شمال وشرق البريج. مع ارتفاع عدد الشهداء بحسب وزارة الصحة إلى 9770 شهيدا، من بين هؤلاء 4800 طفل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مع وجود المئات تحت الأنقاض إلى حد الآن في ظل عدم توفر الإمكانيات لانتشال سواء جثامين الشهداء تحت الأنقاض أو البحث عن أحياء. مراسل العربي يقول بأن الاشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المتوغلة في الناحية الغربية لمدينة الزهرة